يشرفني نحضر اليوم في قراءة كتاب عبد ربه يعني لوحة كينة في الرواق الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي شرفتني السيدة الرئيسة أمينة بوعياش بدعوتها الكريمة. الكتاب هو يعني اختلف النقاد والآن الحمد لله هو مازال في الدراسة يعني الولادية، مازال لم يعني يطلق عليه الصنف الأدبي يعني اللائق به. هناك يصنف ضمن الرواية مجموعة قصصية السيرة الذاتية وكثرة التصنيفات، فأنا أقول هو حكي وقصة ورواية، سموها ما شئتم ولكنها تعكس قصصا يغلب عليها طابع الخيال وقليل من الواقع أو كثير من الواقع وقليل من الخيال، بلغة بسيطة ليست كلاسيكية تقليدية بيضاء، وإنما فيها مزج بين اللغة العربية الكلاسيكية والدارجة التي نستعملها في أحداثنا وواقعنا اليومية. لا يمكن أن نتحدث عن واقع يومية بلغة كلاسيكية جامدة، سيهرب القارئ من قراءتها، وإن مزجنا بين الطابع الكلاسيكي والدارجي سيلقى تهافتا الكتاب من الجميع. مجموعة قصصية عن الواقع، معيش وقضائي وإنساني واجتماعي وثقافي، وليس أؤكد أنه ليس بسيرة ذاتية. سيجد العديدون أنفسهم في هذه الرواية، ناس اللي كدير لانافيت، ناس اللي كتشد طاكسي، كتشد القطار، كتشد الكار، كتشد التران، كتاكل برا، كتقلب على أوتيل، يعني تقع على أحداث يعني فجائية، يعني مناخية طقسية، كيجي الفيضان في الطريق، شادير فينا تبات. هذا تشويق لقراءة هذا الكتاب، دعوة لقراءة الكتاب اللي هو اون سالاد، هو يعني واحد الوجبة دسمة من الوقائع الشيقة القانوني الإنساني الاجتماعي، ما شئتم ستجدونها في هذا أسلوب بسيط يمكن لأي قارئ يعني أن يقرأ. أدعو الناس عن منبركم للقراءة، ما بقيناش كنقراو بزاف، قراو ومن تقراو نتناقشوا فيه إن شاء الله. شكرا لكم.